السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال، يسعدني أن ألتقي معكم. أنا الدكتور سمير عنتر عبر هذه الحلقة عن موضوع هام جدا جدا جدا، اللي هو موضوع الإنسداد المعوي والاستئصال المعوي. طبعا جملتين دايما بنصطدم بيهم باستمرار في أي حد نعرفه، سواء طفل صغير أو حد كبير، ومن الأشياء اللي هي بتبقى دايما برضو مزعجة جدا، لأنها ممكن تسيب أثر شديد من أثر الجراحات في البطن أثناء التدخل الجراحي لهذا الأمر. يسعدني في هذه الحلقة أن يزاملني فيها ويشرفني فيها زميلي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الحميد، استشاري الجراحة. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك. ربنا يخليك. طبعا موضوع الحلقة اليوم اللي هو موضوع الانسداد المعوي وبالتالي الاستئصال المعوي، لان هو معروف ان احنا لما بيكون في اي جزء في اي انبوبة معينة في انسداد، يبقى ما فيش حل عندنا غير ان احنا نزيل هذه النقطة التي حدث بها الانسداد، يعني استئصال. وطبعا كلمة انسداد معوي احنا كلنا طبعا عارفين ان الامعاء بتاعتنا اللي بتبدأ من أو اللي بتشكل الجهاز الهضمي ككل كأنبوبة بنسميها القناة الهضمية. هذه القناة الهضمية بتبدأ من الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، ثم فتحة الشرج لخروج الفضلات النهائية في الآخر. هذه القناة اللي هي مجرى دخول الأكل وهضمه ثم امتصاصه ثم إخراج ما يزيد عن طريق الفضلات من الشرج، رحلة بتبقى من فضل ربنا سبحانه وتعالى انها في الناس الطبيعيين بتبقى رحلة سلسة ومفيش فيها مشاكل، لكن لو اختنقت زي ما بيختنق المرور عندنا في كثير من الاحيان بتبقى في مشكلة كبيرة جدا جدا. هنا طبعا الاختناقات دي او المشاكل ديت الاسباب اللي بتؤدي للانسداد المعوي اسباب عديدة وبتختلف من العمر الى اخر. في الطفولة ليها اسباب، السن بتاع الشباب ليه اسباب، الكبار في السن المسنين ليهم اسباب. وطبعا هذه الانسدادات حسب مرحلتها وحسب المكان اللي هي بتقف فيه من ناحيه الانسداد بتبقى الاعراض. يعني عندنا معروف ان لما يكون في ماسوره اتسدت من جزء في مبكر في البدايه عند مثلا فتحه المعده مع الامعاء بتبقى فتحه قريبه ثم ابعد ثم ابعد. هنخلي برضو استاذنا الكبير دكتور عبد الرحمن محمد عبد الحميد بحكم طبعا انه هو له باع وذراع في الجراحة لهذه الامور يحدثنا عن هذا الامر. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحمد لله ربنا انعم على الانسان ان هو كل مراحل الاكل والهضم ثم الاخراج تمر بسلاسة دون احساس ودون شعور بيها. نعم. اول ما الانسان يبتدي يشعر بهذه العملية يعرف ان هو في مشكلة. اول ما يشعر ان في مشكله ناحيه المعده، ناحيه القولون، ناحيه الاخراج، لازم يفكر ان في مشكله. طبعا. ولازم ما يسكتش ان هو يستشير الاطباء. طبعا دي نقطه مهمه جدا. فالعمليه عمليه الهضم نفسها دي عمليه بلا احساس ربنا انعم علينا بيها. طبعا. اول ما نحس بيها عليها اي ملاحظات طرف الشخص نعرف ان في شيء مش مظبوط. اسباب الاستئصال المعوي اسباب كتيره جدا، واهمهم الانسداد المعوي. الانسداد المعوي كحاله دايما بتجيلنا احنا كجراحين حاله طارئه، اكيد دايما تجيلنا كحاله طارئه، لان تشخيصها بيبقى اول ما بيحصل الانسداد. حصل الانسداد يبتدي تحصل الاعراض بتاعته اللي هي عباره عن قيء مستمر وانتفاخ في البطن، والبطن بتبقى ناشفه، مفيش اخراج، مفيش خروج ريح،
بنبتدي نشك ان في حاجه اسمها انسداد معوي. نعم. بيتحدد المكان ده بالفحوصات اذا كان في وقت لعمل الفحوصات او اثناء اجراء الجراحه لو الجراحه عاجله ولازم تتم فورا. تمام. بالنسبه للوضع بالنسبه للاطفال فعلا زي ما سعادتك تشرفت وقلت ان الاطفال بتختلف عن الشباب عن الكبار، ولو ان في حاجات تانية برضو تبقى مشتركة طبعا ما بينهم. عايز انوه بس عن حاجة بسيطة جدا الناس دايما بتهملها ومن اكبر واهم اسباب الانسداد المعوي اللي ممكن يحصل، اللي هي الانسان اللي عنده فتاء. أيوة. ده بيحصل للطفل وبيحصل للشاب وبيحصل كل الاعمار وكل الاعمار والبنات بعد اثناء الحمل والقصص دي كلها. دي حاله مشتركه بتحصل في كل الاعمار، الانسان لا يجب ان هو يهملها اطلاقا. يبقى هنا برضو احنا في الحلقه برضو بناكد وبنشدد التاكيد على انه الفتاء اللي هو يعني يكاد يكون مشكله طبيه شائعه جدا، حاجه بسيطه وفي كثير من الاطفال الصغيرين اللي هم لسه مع حديث الولاده وفي خلال السنه الاولى من العمر بيبقوا موجود عندهم. كثير من بناتنا وسيداتنا اللي هم بعد الحمل بيحصل معاهم برضه او اثناء الحمل نتيجه الجنين بيكون كبير شويه وفي من اول ضعف في منطقه السره فيحصل فيها خروج للاحشاء من خلال هذا الفتاء، وبالتالي كتير من الناس بنلاحظ انهم بياخدوا الامور ببساطة وان ده عرق بالبلدي كده وطق وهناخد له كذا او بنزقه بايدينا او بنعمل كذا او كذا، لا يحضر الا للمستشفى الا لاجراء العملية اثناء حالة طارئة جدا. احنا معانا هنا صورة طبعا موجودة على الشاشة، دي صورة كده يعني للامعاء الغليظة والامعاء الدقيقة. ايوه فندم. طبعا الامعاء الدقيقة هي وظيفتها الرئيسية امتصاص كل المواد اللي الجسم بيحتاجها، الدقيقة اللي هي اللي بعد المعدة على طول قبل مباشرة. والامعاء وبعد كده بيتم اخراج الفضلات في الوعاء الكبير اللي هو الامعاء الغليظة، ثم نعم. الاخراج ناحية الشرج. فتحة الشرج. تمام. تحديد مستوى الانسداد المعوي ده ليه طرق كتير جدا جدا. طبعا. بتبتدي من فحوصات عادية خالص زي اشعة عادية على ما بيقاش الاعراض احيانا بتدي انطباع عن ان الانسداد في المرحلة الفلانية. بمعنى انه لو القيء ليه شكل معين. القيء لما يبتدي يبقى أيوة. لونه غامق، لونه بني، وليه رائحه تشبه رائحه الـ 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 الاخراج الكلارات البراز. وصلنا لمرحله متقدمه جدا وتاخر المريض اكثر من 3-4 ايام في الانسداد. تمام. ودي بتبقى من الحالات الحرجه جدا، وده برضو معناه ان هو انسداد في الجزء البعيد جدا، الجزء بعيد جدا بتاع القولون، جزء سفلي. يبقى كل المسافه اللي قدامنا دي كلها محشور فيها الاكل بطريقه غير طبيعيه. النقطة الثانية اللي بحب انوه بيها الناس علشان تاخد بالها. أيوة. خطر جدا ان الانسان يبقى حصل معاه مرة او اتنين او تلاتة اخراج دم مع البراز او قيء دموي حتى لو بسيط ويسكت. ده مهم جدا برضه. دي بتبقى من العلامات الخطيرة اللي هي بتنذر ان ممكن الانسان دوا يكون عنده لا قدر الله ورم خبيث في اي جزء من الجسم، ورم خبيث، قرح على معينه، او التهابات مناعيه في الجهاز الهضمي. تمام. هي طبعا على فكره من الامور المزعجه جدا للجمهور المصري او يعني المصريين كاهلنا، يعني كلمه انه القيء مدمم. يعني دي بتعمل له ذعر رهيب جدا هو ما بيسكتش عليها. هي انا احب اقول انه الرساله يمكن نوجهها اكتر لزملائنا الاطباء ان هم ما ياخدوش الامور ببساطه وان هم يهونوا للمريض ويقولوا لا دي حاجه بسيطه دون تاكد من انه وراها مشكله كبيره، سواء كانت هذه المشكله اورام او قرح مناعيه او قرحه معده شديده او انه يكون في لا قدر الله التهابات عنيفه جدا. انا بتمنى من جموع الناس اللي سمعانا دلوقتي انها ما تخافش من حاجة اسمها منظار معدة، وما تخافش من حاجة اسمها منظار قولون. لان دي وسائل تشخيصية هامة جدا 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 أكيد. وقد يكون
المنظار المعدة أو منظار القولون يكتشف مرض مبكر في مرحلة مبكرة جدا يسهل السيطرة عليه. بالظبط. لأن أي حاجة، أي مرض، أي مرض في الدنيا الاكتشاف المبكر ليه هو الخطوة رقم واحد في العلاج. أكيد. برضو إحنا بنقول هنا بالأكد كلمة المنظار، لأن إحنا برضو ولادنا وبناتنا وأخواتنا في كل المراحل سواء مثقفين أو غير مثقفين، متعلمين أو غير متعلمين، يعني بيبقى داخل على الدكتور ويمكن هو معامل أول الكارت بتاع الرفض لأي نوايا عند الدكتور يحاول يجهرها في الأول، انه ممكن تعمل معايا اي حاجه، ممكن اخد اي دواء الا ان يكون في منظار. طبعا هنا القرار قرار طبي، والدكتور لازم يكون في عنده الرؤيه الحاسمه، لانه هو المريض لازم يعني اجراء الطب السليم لتاكيد التشخيص. دي حاجه انا نفسي يعرضوا لنا بعض مشاهد اورام المعده والاورام المريء واورام القولون. نعم. علشان الناس تشوف قد ايه الموضوع ممكن يتطور لحاجات خطيره جدا جدا، ممكن بالإهمال. بالتأخير. بالإهمال والخوف. التراخي والخوف. والخوف. وعدم الاهتمام والعوم على عوم الناس. من الطبيب ما هوش مش دوره ان هو يطمن او يمشي على هوا المريض عشان المريض متضايق وخلاص. لأ. احنا يعني يعني احنا برضو عندنا صورة دلوقتي على الشاشة لمشاهدينا في البيوت. ده طبعا المعدة، وعلى الشمال اللي على اليمين منها دوت الكبد اللي هو العضو الضخم ده اللي على اليمين الغامق. وبن بنحدد فيها طريق سكة الأكل وسكة الأكل بتاعتنا يكون امتصاص. تمام. وبعديها ما ليها مرحلة الإخراج. تمام. في نقطة مهمة جدا كمان. اتفضل. المرضى اللي هم ما بعد إجراء أي عملية جراحية. أيوة. في جدار البطن. تمام. دول معرضين لحاجة اسمها أديزيف انتستاينال التصاقات، اللي هي التصاقات نتيجة الجراحة. التصاقات نتيجة إجراء العمليات الجراحية. تمام. التصاقات دي برضو ممكن تكون من ضمن الأسباب اللي هي بتعمل انسداد معوي، قد يكون انسداد معوي جزئي أو انسداد معوي كلي ويستلزم إجراء عملية أخرى. تمام. الانسداد المعوي الجزئي ممكن ده يعني يريليف أو يخف بصيام عن الاكل وعلاج دوائي، والمريض ممكن يخف من غير اي اجراء عمليه تدخل جراحي. لكن لو حصل انسداد معوي كلي واصبح المريض غير قادر على الاخراج تماما، خلاص لابد من اجراء عمليه لفك هذه الالتصاقات. ودي برضو من ضمن الحاجات الشائعه. تمام. اللي بتحصل يعني اي مريض برضو عامل عمليه جراحيه في جدار البطن ايا كان مسماها، عمليه استئصال زائده دوديه، استئصال مراره، اصلاح فتق، كل العمليات اللي هي خاصه بجدار البطن، اشتكى من ان هو حصل له امساك لمده 24 ساعه او حصل له انتفاخ او حصل له الام حاده بالبطن، يتوجه فورا لاستشاره الطبيب. يعني احنا هنا بنؤكد على انه الاعراض الانسداد الجزئي او الانسداد الكامل بتبدا باعراض بسيطه جدا، شائعه جدا، مهمله جدا، اللي هو من اشهرها الامساك. يعني ده هيجنني الامساك ده. لانه انا بلاقي ان في ناس كتيره جدا داخل بيشتكي من اي حاجه في جسمه من اول شعره لغايه رجله. لكن ينسى. ما يذكرش خالص الامساك. ينسى. وبعدين لما تبص على بطنه تلاقيها مثلا فيها بالون. فهنا طبعا ده لما نقول له انت عندك امساك يقول له يعني الطبيعي. طب الطبيعي سيادتك بتخش الحمام كل قد ايه؟ يعني كل اسبوع 10 ايام 5 ايام، وده انا متعود عليه من زمان. طبعا هنا برضو بنؤكد لمشاهدينا ان كلمه امساك انا بعتبرها كطبيب باطني بقى تاني، يعني تاثيرها السيء التدمير الشامل للجسم من جوه حاجه في منتهى الخطوره كامساك لوحده، حتى لو ما كانش معاه انسدادات او التصاقات او اثر عمليه جراحيه او خلافه. احنا برضو بنسترسل في هذا الموضوع لانه مواضيع هامه جدا جدا جدا، وبنقول برضو ان احنا رسالتنا في القناه هنا بالاساس التنوير الطبي والثقافه الصحيه والوقايه خير من العلاج. فاحنا برضو بنتمنى ان هو محدش ارجوكو يحاول يتوانى عن ان هو يستشير الطبيب بسرعه في موضوع الامساك اللي بيحصل لو استمر معاه اكثر من يومين على الاطلاق لكل المستويات. لانه اذا كان الناس اللي عندها مشاكل في مجرى البول، انسدادات او بيقدرش يعمل بول لمده 24 ساعه، بيقلب الدنيا كلها والمحافظه كلها والجمهوريه كلها، ويطلب 16 عربيه اسعاف ويطلع على 16 مستشفى، ويبقى عايز يعمل خناقه هو واهله عشان البول واقف، وخايفين ده يكون ويكون ويكون ويكون. طب هو البراز ده زي ابن البطه السوداء؟ لا طبعا، لان ده اسوأ، لان فيه غاز اول اكسيد الكبريت وثاني اكسيد الكبريت
بيتراكموا في المصارين من جوه، بيعملوا نوع من الحريق والدمار الشامل لجدار القولون من جوه والامعاء. تعفن. ودي سموم، والسموم دي طبعا بتستمر بقى في التدمير للجسم عن طريق انها تمتص وتوصل لتدمير للمخ وتدمير للعينين وتدمير لجميع الاحشاء اللي موجوده. كلام مهم جدا جدا جدا. دي استطراده بسيطه برضو عشان ننوه ليها مع استاذنا وزميلنا العزيز الدكتور عبد الرحمن استشاري الجراحه، لانه هو طبعا له باع وذراع في الامور الجراحيه، واحنا بحكم ان احنا باطنيين برضو بنحاول ان احنا ناخد الجانب لا نهمله ولا نتركه علشان تبقى رساله كامله ليكوا اخواننا المشاهدين. انا بنصح زمايلي برضو، زمايلي استشاريين واخصائيين الامراض الباطنيه، ان هم لا يترددوا في ارسال المريض لاجراء الفحوصات اللازمه لو حصل عنده شك واحد في المليون ان المريض ده ممكن يكون عنده حاجه. تمام. علشان برضو نقطه الاكتشاف المبكر. تمام. احنا برضو هنستغل برضو ان احنا على الهواء مع مشاهدينا الاعزاء في البيوت، وهنطرح عليكم سؤال. اذا كان ممكن تتواصلوا معنا عبر الحلقه بالتليفون اللي موجود على الشاشه قدامكم. سؤال سهل جدا، يعني ممكن ما حدش ما يحتاجش ان يغش منه او يسال فيها خبير. هل في حد من مشاهدينا ما حسش باعراض في بطنه تشير الى انه في شبهه انسداد او مشاكل في الهضم شديده او التهابات او التهابات او اخذت معاه وقت طويل او وقت معين متكرر؟ عايزين نسال نطرح السؤال ده ونشوف رد حضراتكم علينا. هل كل مشاهدينا عندهم بطنهم سليمه بتطحن الزلط، ولا في ناس بتعاني؟ واكيد لان انا واحد برضو كدكتور باطني اعلم انه المشكله الاساسيه في مصر عندنا مشكله الجهاز الهضمي والقولون والانتفاخات والالام المتكرره اللي احنا بنختزلها احيانا في جمل بسيطه، عصبيه او قولون عصبي وخلاص وانتهت القصه، واجيب برشامس بزمه من الاجزخانه او حقنه، وقد يكون هذا قمه جبل التلج الذي يخفي تحت منه او تحت الرماد يكون في نار متاججه تنتظر ان يكون في فرصه عشان تعمل مشكله كبيره جدا وينفجر البركان. فده عايزين برضو تواصل حضراتكم معانا عبر القناه وعبر التليفون ونشوف برضو. بعد اذنك يا دكتور سمير، انا يعني اتوقع ان 90% من مرضى اهالينا واخواتنا من الشعب المصري قد شخصوا على انهم قولون عصبي والتهاب في جدار المعده. تمام. واغلب هذه التشخيصات قد يكون وراها زي ما حضرتك بتقول يعني فعلا جبل التلج. تمام. فنصيحة برضو لزمايلنا الدكاترة ونصيحة للناس عامة، ان احنا ما نستهنش بهذا الموضوع. مش كل التشخيص قولون عصبي ومش كل التشخيص التهاب في جدار المعدة، لا، في حاجات كتير ممكن تحصل 1% 2% 3%، ولكن لو عالجتها بدري واكتشفتها بدري هتعامل معاها بمنتهى البساطة ومنتهى السلاسة، والمريض بيريكفر منها تماما وبيعيش حياته طبيعية بعدها احسن ما يعيش حياته مش طبيعية لو صبر او اهمل او سكت. طيب، بحكم ان طبعا يعني حضرتك بتثري حلقتنا بالشأن الجراحي، يعني سيادتك خلال تاريخك المهني اكيد صادفت برضو مرضى كثيرين بهذه المشكلة الصحية. ايه اللي حضرتك يعني متراكم عندك او موجود في الذاكره اللي انا تتذكره من هذه المشاكل؟ انا لسه اتذكر، احنا في نقطه ما اتكلمناش فيها مهمه جدا برضو خاصه بحالات الاستئصال المعوي. أيوه. اللي ممكن نتعرض ليها اللي هي الحوادث. ايوه. وما اكثر الحوادث في مصر يعني. حوادث زي انفجارات، طعن سياره، طعن عربيه، حادث موتوسيكل، وحاجه على الشخص حادث نفسه، حادث توك 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 بس في بني ادم. حوادث سيارات لسه بالظبط من حوالي 15 يوم. ايوه. كان في احد المرضى في حادث وجاي بيه على اساس ان هو نزيف داخلي وتهتك في الطحال، واحنا بنشتغل على هذا الاساس ان احنا هندخل نستأصل الطحال وخلاص. ونفاجئ ان هذا المريض عنده انفجار في القولون الحرف الاس السيجمويد كولون اللي هو بعد القولون اثر حادث. اثر حادث. اثر حادث. انفجار
التام وتهتك في القولون. كان لسه عليه عربيه ولا حادث سياره؟ حادث سياره. حادث سياره. لازم ده يكون تهتك من جوه. تهتك كامل في القولون، وتم عمل استئصال لجزء من القولون، وعمل مخرج خارجي للبراز مؤقت لحين الشفاء، ثم إعادة توصيل القولون. برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد بيلاحظها أثناء شغله، المريض لا يقتنع ان هو ممكن يكون عنده ورم في فتحة الشرج او ورم في المستقيم او ورم في القولون. تمام. ويؤجل عمل منظار القولون على قدر ما يستطيع. الى ان يستفحل الامر وينتشر ويتوغل في الغدد الليمفاوية ويتوغل في اماكن اخرى. ويصبح المريض لا يجوز معه اجراء مفيش اجراح. لا يجوز معه اجراء. لا يجوز معه اجراء اجراح. دي برضو من ضمن الحاجات طبعا. يعني هو هذا في الذكريات او المشاكل اللي بتحصل معانا من مواجهة مواقف معينة مع المرضى في احوال كثيرة لا تنسى طبعا. يعني المواقف اللي هي اثناء المشاكل اللي بتحصل اثناء جراحة، حضرتك صرفت مشاكل قبل كده في جراحات معينة خاصة بالاستئصال، غير اللي هو احنا كنا داخلين عشان نشيل الطحال فلقينا المصام منفجر. ايه نوع المشاكل المشاكل العامه اللي بتحصل بعد عمليات الاستئصال او عمليات الاستئصال واعاده التوصيل؟ بتنتج من حاجتين رئيسيتين. نعم. اللي بنخاف منهم، اول حاجه بنخاف من ان اعاده التوصيل ده يحصل فيها اي تسريب، اللي هو عدم التئام للجزئين السلام اللي انا قعدت توصيلهم مره اخرى من الامعاء او من القولون. هي دي برضو الجراحه بتاعتنا اللي بنستأصل فيها القولون او جزء من الامعاء. مش كده؟ مظبوط. تمام. طب حسيتك برضو تعلقين عليها كده برضو نشوف. هو بيتم في الاول اهم حاجه فصل التغذيه الدمويه اللي رايحه للجزء المستأصل ده. نفصل عنه الكهرباء والنور بقى. نفصل عنه التغذية الدموية. تمام. ثم يتم غلقه من أعلى ومن أسفل واستئصاله، وحسب التشخيص نفسه المبدئي للحالة وحسب الصورة اللي موجودة أثناء الجراحة، هل أنا هعمل إعادة توصيل للجزء المستأصل ولا أنا هطلع مخرج خارجي على البطن نفسها من بره. تمام. طبعا اللي هي المخرج ده زي ما بتشوف حالات اللي هي بيكون فيها زرع للجزء من المصران في الجلد من بره. زي الكولوستومي وحاجه زي كده. الكولوستومي. من ضمن المضاعفه الخطيره اللي هو يحصل تسريب من اعاده التوصيل. المضاعفات الثانيه اللي هي دايما الجرح اللي هو بتاع استئصال الامعاء او استئصال القولون معرض لتلوث بكتيري. لانه اصلا يعني البكتيريا من المكونات الطبيعيه. يعني البكتيريا من المكونات الطبيعيه للامعاء. تلوث البكتيريا برضو من الحالات الخطيره اللي ممكن يعمل التهاب بريتوني. ممكن نواجهها اثناء او بعد اجراء العمليات الجراحيه من هذا النوع. كمان بنخاف من ان يحصل ضعف في التئام الجرح وتبتدي الاحشاء تخرج من بره الجرح، اللي هو احنا بنسميها انسجنال هيرنيا او بيرست ابدومن. ده برضو من الحاجات المشهوره اللي ممكن تحصل بعد اجراء العمليات. طيب هو ممكن احنا كده برضو ممكن الموضوع يستطرد اكثر ونقول بالنسبه للموضه اللي ماشيه دلوقتي بتاعه جراحات التجميل للبطن باستئصال اجزاء من الجهاز الهضمي عشان التخسيس، اللي هي المشهورين دلوقتي جراحة التكميم. اللي هي استئصال جزء من المعدة عن طريق المنظار. والبايباس اللي هو ان انا بعمل بايباس للمعدة بوصل المريء مباشرة. ليه بنلاقي نتائج معلش بعد اذن حضرتك يعني كثيرا ما تبقى سلبية وسيئة؟ هو حضرتك يا دكتور سمير، انا لازم ابقى اونست مع المريض، ابقى امين جدا مع المريض. انا عندي مربع معين علشان اشخص ان هذا المريض يعاني من مرض اسمه السمنه المفرطه. نعم. السمنه المفرطه ده مرض ولابد من علاجه، ومن ضمن اساليب علاجه اللي هو جراحه تكميم المعده بالمنظار او استئصال جزء من المعده بالمنظار او البايباس او الباند ليجيشن الحلقه او البالون. كل ده من ضمن الاساليب لعلاج مرض اسمه السمنه المفرطه. جميل. لكن هذا المربع ازاي ادخل فيه؟ مش كل عيان
جاي عايز يخس اعمل عملية تكميم. هم غالبيتهم ستات يعني هم بيقدروش ان هم يخلصوا الليلة عندهم بالاسلوب الطبيعي. انا في عندي معامل معين لازم ده بناء على وزن المريض وطول المريض بعمل له معامل معين. المعامل ده لو طلع عندي 35 والمريض يعاني من مرض زي الضغط او السكر او شرايين تاجية او المرض ده اللي هو يصاحب السمنة المفرطة، ان هو لو اتعالج من السمنة المفرطة المرض ده ممكن يخف. نعم. يبقى دخل هذا المريض داخل اطار المربع. نعم. او يكون المعامل بتاعي 40 من غير اي كوموربيديتي، من غير اي ما يكون عنده يعني امراض. عايزين نقول لمشاهدينا ان احنا في عندنا معايير طبيه محدده، ما هياش اختياريه ولا فيها اجراء بيتاخد حسب هوى المريض او هوى الطبيب، بضغط من المريض او بالحاح من الطبيب ايا كانت الطرفين. احنا عندنا معايير طبيه، ده بيتعمل الاجراء ده امتى وازاي وبالشكل الفلاني، ما هوش بيبقى حسب الاختيارات او دكتور كسر. سمير، في شرط مهم جدا. اتفضل. ان المريض يكون اجرى محاولتين فاشلتين للتخسيس، اقل محاوله 6 شهور كامله وفشل. عند ناس متخصصين زي دكاتره امراض التغذيه او امراض التخسيس لازم يكون اجرى هذه المحاولات على في خلال السنتين الاخرانيتين علشان اقدر اقول له لا خلاص انت اصبح الحل الوحيد ليك هذه الـ هو اسهل حاجه في الدنيا الانسان يخس. كل الناس حاولت، يعني اعرف وناس صحابي حاولوا يخسوا اكتر من 60 مرة، في عمليه سهله جدا جدا يعني. عموما احنا بنشكر حضراتكم وبنشكر زميلنا العزيز واستاذنا الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الحميد في يعني تشريفه لنا هذه الحلقه. وأتمنى أن يكون كانت هذه الحلقة فيها نوع أو حجم من المعرفة الطبية وأفادت حضراتكم، وإحنا دايما بنكون سعداء من خلال قناتنا الجميلة. أستأذنك دقيقة واحدة بس عشان النصائح العامة اللي ممكن نخرج بيها من الحلقة دي. دايما أنا بحب ألخص لهم النصائح العامة في الآخر. فضل. المريض اللي عنده فتاء يسرع بإجراء العملية. فتاء. المريض في أي سن. تمام. في اي سن، طفل او شاب او كبير. طبعا. المريض اللي عنده اي بوادر، نزيف شرجي او نزيف معدي سواء انقي او مع اخراج الابراز، يبادر باجراء الفحوصات اللازمه علشان يستبعد اي وجود لاورام سرطانيه خبيثه. ايوه. او قرح مزمنه. المريض اللي بيعاني من امساك مزمن يسارع باجراء الفحوصات اللازمه. تمام. لمعرفه سبب هذا الامساك. المريض اللي عامل عمليه جراحيه سابقه وحاسس باي اعراض مزعجة لازم يتوجه فورا في أقل من 24 ساعة للطبيب المختص. أشكركم وأشكر زميلنا العزيز الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الحميد، وإلى اللقاء إن شاء الله. تحياتي لكم دكتور سمير عنتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.